نجوم ملعب الأشبال كابتن أسامة حسني، كابتن محمد حشيش، كابتن أحمد بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من جديد. نلتقي سويا من هنا من ملعب النادي الأهلي، وإطلالة جديدة من إطلالات ملعب الأشبال، لأول مرة وحصريا لقاء مواليد 2001 أمام فريق الداخلية. تابعنا لقاءين على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة لفريق شباب النادي الأهلي مواليد 97. يتجدد بنا الموعد هنا، ولقاء ثالث وجديد هو لقاء مواليد 2001 بقيادة الكابتن أحمد سراج في مواجهة فريق الداخلية. الأهلي صاحب القمة والصدارة يدخل اللقاء من أجل تحقيق انتصار على فريق الداخلية بعد تحقيق الانتصار ذهابا في لقاء الدور الأول بنتيجة 6-1، النتيجة المحببة للكبار والصغار، كبار الأهلاوية كبارا وصغارا، 6-1 على شباك الداخلية في لقاء الدور الأول. يدخل هذا اللقاء الكابتن أحمد سراج بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، قدامه اثنين مساكين، هاني عمرو رقم 20، محمد مغربي رقم 3، في اليمين أحمد سيد عبد النبي رقم 8، شمال محمد أشرف رقم 21، نص الملعب أحمد نبيل عاشور رقم 13، محمد عربي بدر رقم 32، قدامهم 3، حمادة الفيل رقم 7، أحمد أشرف رقم 10، محمد سلام 11، خلف رأس الحربة والقوى الهجومية هداف النادي الأهلي اللاعب عبد الوهاب علي صاحب القميص رقم 9. جهاز فني وإداري للنادي الأهلي، كابتن أحمد سراج مدير فني، كابتن زكريا حسين مدرب عام، كابتن ممدوح عبيد مدرب، كابتن أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، كابتن محمد راشد المدير الإداري، كابتن إسلام عبد الفتاح معد بدني، دكتور محمد عبد الحكيم الطبيب الفريق، دكتور ناجح أبو زهرة أخصائي إصابات وتدليك، اثنين عمال شعبان عبد الله وسامح عبد الظاهر. بينما فريق الداخلية يدخل هذا اللقاء رصيده من النقاط 14 نقطة، قيادة فنية جديدة للكابتن هاني عبد الباقي. حراسة المرمى النهاردة اللاعب زياد محمد، قدامه 4، مؤمن صالح وأحمد محمود، سيف أيمن وزياد طارق، نص الملعب أحمد شعبان وضياء مصطفى، قدامهم 3، كرم شعبان، مصطفى طه، ومحمد صلاح، ورأس الحربة ميدو ناصر. محمد صلاح هداف فريق الداخلية برصيد 6 أهداف. يدير اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة الطيار عمرو سامي صاحب 37 عام حكم الساحة، بالمناسبة وطيار بالقوات الجوية، حاصل على ماجستير في علوم الطيران كابتن عمرو سامي حكم الساحة، مساعد أول عمران فريج، والمساعد الثاني أحمد زيدان على يدنا اليمين النادي الأهلي، على يدنا الشمال فريق الداخلية. صفرة عمرو سامي احتساب رامي التماس لصالح النادي الأهلي، أحمد سيد عبد النبي قود فريق الداخلية، جهاز فني وإداري قيادة الكابتن هاني عبد الباقي، والكابتن نبيل توفيق مدرب عام، والكابتن أسامة عبد العزيز مدرب حراس المرمى، والمدير الإداري كابتن حاتم علام. شوف اللقاء هيسفر عن إيه. زي ما قلت لحضراتكم، مهمة جديدة من مهام فريق النادي الأهلي في مواجهة فريق الداخلية في هذا اللقاء من أجل تحقيق انتصار جديد، يعتلي القمة، يعتلي الصدارة النادي الأهلي. يبدأ مرة تانية عربي بدر، عربي أحد اللاعبين والمواهب الموجودة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قريبا انتظروا عربي بدر في الفريق الأول للنادي الأهلي. أحمد نبيل عاشور كوكا، محمد مغربي يحضر، مغربي يلعب عند سلامة، اتأخر سلامة، يرد مرة تانية أشرف، يرجع ويسلم كوكا، عربي بدر بريف هارت القلب الشجاع في النادي الأهلي، يلعب الطويلة الطولية الأمامية في الجانب الأيسر، يلم مرة تانية سلامة، ياخد منها النادي الأهلي. رامي التماس، محمد أشرف، أشرف يرجع ويسلم مرة تانية، ولكن صافرة عمرو سامي ورايت عمران فريج، احتساب رامي التماس لفريق الداخلية. يبدأ والله احتسب الركلة الحرة، اللاعب مؤمن، يلعب مؤمن الطويلة الطولة الأمامية، كوكا مطوع، كرم شعبان غير ملعب كرم في اتجاه اللاعب محمد صلاح، اللي بقول لحضراتكم هداف فريق الداخلية محمد صلاح.
يرجع مرة تانية هاني. لعبة العرضية مأمن محمد أشرف. محمد أشرف يسند أشرف في اتجاه محمد سلامة، طويلة خارج الملعب معدية. واقف كابتن زكريا حسين وتعليمات وتوجيهات للاعبي النادي الأهلي. سيف أيمن الظهير الأيمن لفريق الداخلية في هذا اللقاء. يبدأ ويلعب، هنشوف تنظيم اللعب والمهام اللي بيديها الكابتن أحمد سراج لقلبي خط الوسط أحمد نبيل عاشور واللاعب عربي بدر. عربي واحد من أهم اللاعبين بتوع الناشئين في النادي الأهلي. اللاعب اللي تم تصعيده لفريق شباب النادي الأهلي مواليد 97، زي ما قلت لحضراتكم انتظروا عربي بدر قريبا في الفريق الأول الدرجة الأولى للنادي الأهلي. اتلعبت رمية التماس، رد مغربي سلامة مرة تانية، هاند بول، لمسة يد على مرأى ومسمع من حكم اللقاء عمرو سامي. اكتسب الهاند بول لمسة اليد عمرو سامي. أحمد نبيل كوكا حمادة الفيل صاحب آخر هدفين للنادي الأهلي في شباك فريق الإنتاج الحربي. يلعب لأحمد سيد عبد النبي، يبدأ ويحضر عند عبد الوهاب. عبد الوهاب الهمسة واللمسة مع أحمد أشرف الكابيتانو بتاع النادي الأهلي. يلم مرة تانية الفيل، الفيل يصوب ويسدد تصويبة من الفيل، ولكن التغطية الدفاعية من فريق الداخلية. زياد طارق يلعبها طويلة مأمن أحمد نبيل عاشور. المهام اللي هياخدها نبيل كوكا في نص الملعب مع عربي بدر والادوار. ادي عربي، عربي التمريره للفيل عايز يلعب ويسند لعبد الوهاب لكن مقطوع مره ثانيه. لم سلامه يرجع لعربي، يا ولد يا عربي عدل ولم وسع لنفسه. عربي يلعب لمحمد اشرف، اشرف ضم القلب الملعب اشرف لكن الضغط عليه من كرم شعبان. كرم واحد من اهم اللاعبين ايضا فريق الداخليه. اللاعب كرم شعبان بالمناسبه تم تصعيده فريق 97 فريق شباب الداخلية. هيلعب مؤمن، مؤمن صالح. ادي كرم شعبان وادي صفيرة حكم اللقاء عمرو سامي. احتساب الركلة الحرة لفريق الداخلية. هيلعب مؤمن طويلة الطولة الأمامية حمزة علاء لكن يأمن مغربي، يرد مغربي. حمادة الفيل لعب اللي يعمل عملية الربط، يا ولد يلعبها في اتجاه عبد الوهاب. عبد الوهاب علي، عبد الوهاب لما عبد الوهاب يلعبها يلعب العرضيه لكن مره ثانيه سلامه، سلامه يلعب لعبد الوهاب، عبد الوهاب لكن يا ولد يا ولد يا زياد. يطلع زياد، زياد محمد بالمناسبه حارس مرمى مواليد 2002 الحارس زياد محمد حارس مرمى فريق الداخليه. لكن زي ما قلت لحضراتكم عمليه الربط اللي هتتعمل ما بين خط الوسط وخط هجوم النادي الاهلي سواء اللاعب حماده الفيل او اللاعب محمد سلامه. سيف محمد اشرف عند كرم شعبان. كرم هو اللاعب او المتنفس الوحيد اللي هتلاقي دايما لاعيبه الداخليه اول لاعب بيبص عليه في ارض الملعب هو كرم شعبان او اللاعب محمد صلاح رقم 29. كل انظار لاعبي فريق الداخليه طبعا هتتجه للاعب كرم شعبان لكن عربي بدر. عربي غير ملعب هناك في الجانب الايمن احمد سيد عبد النبي مواليد 2002 لاعب ادال الثقه هذا الموسم الكابتن احمد سراج واستدعى من فريق النادي الاهلي مواليد 2002 احمد سيد. عدى مر فات عبد النبي العرضيه، الارضيه عدت مرت فاتت ولكن صافره عمرو سامي ركله حره احتساب الخطا للحارس زياد. هنشوف المواجهه الفنيه ما بين كلا الجهازين الفنيين. الكابتن احمد سراج المدير الفني للنادي الاهلي يقود باقتدار فريق النادي الاهلي هذا الموسم. اهلي لعب 20 21. قول لحضراتكم ترتيب الفريقين، النادي الاهلي لعب 20 لقاء فاز في 16 لقاء، تعادل في 3 لقاءات، هزيمه في لقاء واحد، واقوى خط هجوم برصيد 59 هدف عليه 14 هدف. مسيره لفريق 2001 احد اهم الفرق في كره القدم المصريه والنادي الاهلي يقوده باقتدار المدير الفني الكف احمد سراج. عربي بدر، عربي لاعب التيمبو، اللاعب اللي تقدر تظبط عليه اداء لاعب النادي الاهلي. يلعب لمحمد اشرف التمريره، الفيل عايز يطلع سلامه. مؤمن صالح ياخد منها رامي التماس. ادي محمد سلامه يلعب سيف ايمن. حتى الان بنحاول نستكشف مع بعض الشكل الهجومي والرسم البياني لهجمات كلا الفريقين. زي ما قلنا فريق الداخليه دايما هتلاقيه
يلعب ويميل على الجانب الايمن، الجبهه اللي فيها اللاعب كرم شعبان. يضغط مره ثانيه عربي بدر، اكتر لاعب في ارض الملعب لمس الكوره لحد دلوقتي. مره ثانيه الم، وادي المرتده السريعه احمد اشرف. اشرف واحد من لاعبي مدرسه الكره بالنادي الاهلي واكاديميه النادي الاهلي. اللاعب احمد اشرف اول لاعب اتجمع عليه فريق ال 2001 كان اللاعب احمد اشرف ويوسف عثمان ومغربي واحمد نبيل كوكا. اتلعبت من احمد سيد عبد النبي، عدت محمد اشرف مكمل عايز يسند لنفسه يصوب ويسدد، لكن التغطيه الدفاعيه من مؤمن. مره ثانيه يشتت مؤمن، واحده والثانيه يطلع سلامه علي ونعلي، يرد مره ثانيه دينجرس بلاي قريب من الكوره عمرو سامي، واحتساب خطا وركله حره لفريق الداخليه. اطمن لعيب النادي الاهلي بروح رياضيه على اللاعب مؤمن. مؤمن صالح اتمنى له كل السلامه مؤمن. ادي مؤمن صالح بكل فدائيه يضغط مؤمن، وادي محمد سلامه مكمل. تعليمات من الكابتن احمد سراج المدير الفني للنادي الاهلي، صوره والمشهد على محمد مغربي. محمد سلامه هيلعب مؤمن صالح. يلعب طويله الطول الاماميه في الجانب الايمن، مغربي يلمس. محمد سلامه هيلحق سلامه قبل كرم. ادي كرم اللي بقول لحضراتكم عليه اهم لاعب في فريق الداخليه، وادي ضغط من اللاعب احمد نبيل كوكا عامل عليه بلوك دفاعي مع محمد اشرف. عينينا من البدايه على كرم شعبان، قلت لحضراتكم عينينا على كرم من فريق الداخليه، اللاعب اللي دايما هتلاقي كل انظار لاعبي فريق الداخليه بتتجه للاعب كرم شعبان في مواجهه صعبه في الجبهه اليسرى بيقابله محمد اشرف واحمد نبيل عاشور كوكا. يلعب زياد طارق الظهير الايسر، زياد كابتن الفريق، زياد يلعب ويعلق، يطلع حمزه لكن رد محمد مغربي. كرم شعبان مره ثانيه حب يسلم لكن ياخد منها النادي الاهلي، رامي التماس ورايت عمران الفريق. حماده الفيل الضغط على حماده يلم مره ثانيه سلامه، واقع حماده الفيل نتمنى له كل السلامه. اتلعبت وتعلقت عند صلاح، ست اهداف رصيد محمد صلاح. لسه واقع حماده الفيل، يرد مره ثانيه كوكا. اشرف اشرف عاشور سلامه يطلعها لخارج الملعب عشان واقع اللاعب حماده الفيل، نتمنى له كل السلامه. نزل له طبيب النادي الاهلي دكتور محمد عبد الحكيم واخصائي التدليك والعلاج الطبيعي دكتور ناجح ابو ظبي. للسلامه لحماده الفيل. هنشوف اللقاء هيسفر عن ايه. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي مهمه البحث عن انتصار جديد واضافه ثلاث نقاط في ظل منافسه من بعيد لبعيد من جانب فريق طلائع الجيش، اقرب الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي هذا الموسم. فريق طلائع الجيش 45 نقطه، بتروجيت 42 نقطه، المقصه 42، ام بي 38 في المركز الخامس، المركز السادس حرس الحدود 36، المركز السابع المقاولون 34، ثم في المركز الثامن الزمالك برصيد 33 نقطة. يبدأ مرة ثانية هاني عمرو لأحمد سيد عبد النبي. لهاني التحضير من جانب لاعب النادي الأهلي، الروتيشن اللي هيحاول يعمله الكابتن أحمد على أطراف الملعب عند سلامة خارج الملعب. أدي الراية من عمران فريج، احتساب رمية تماس لفريق الداخلية، تلاقي تجميع اللعب في منطقة معينة في الملعب ثم تغييرة الملعب على طريقة عن طريق أطراف الملعب بتمريرة طولية شورت باص، تمريرات بعرض الملعب ثم يلعب لونج باص تمريرة طويلة على أطراف الملعب. يلعب سيف أيمن، سيف رمية التماس لصالح فريق الداخلية. واقف في المنطقة الفنية الكابتن هاني عبد الباقي وتعليمات. رد مرة تانية محمد أشرف، عربي يلمس، عربي عبد الوهاب يلم مرة تانية زياد. زياد يلعب، يلعبها طويلة طالع حمزة، حمزة علاء يمسك كورته، حمزة قد الملعب، حمزة يلعب الطويلة. واحد من اللعيبة اللي بيجيد لعب بكلتا القدمين حارس المرمى حمزة علاء. يبدأ مرة تانية عند محمد صلاح، عدى صلاح، صلاح مشي، صلاح عدى مرة فات، لكن يا ولد يا ولد مغربي ما تخافش اطمن
طول ما مغربي موجود اطمن مغربي واحد من اهم اللاعبين والمدافعين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يبدا مره ثانيه احمد سيد عبد النبي. عبد النبي عايز يلم ويعدي لكن ضغط عليه، استخلاص سريع من جانب فريق الداخليه بعرض الملعب عند مؤمن، يلمس مؤمن لشعبان سيف. ادي كرم اكتر لاعب في الداخليه لمس الكوره، كرم شعبان مش عدى مر فات، لكن يا ولد يا اشرف حط جسمه بكل قوه محمد اشرف. ادي التمريره حماده الفيل، حماده واحد من هداف النادي الاهلي برصيد 7 اهداف. الفيل محمد اشرف يحضر، اشرف عايز يغير ملعب هناك عند احمد اشرف، يلعبها الطويله لكن يطلع زياد يمسك كورته. زياد احمد اشرف واخد الجانب الهجومي الايمن، محمد سلامه في الجانب الهجومي الايسر، حماده الفيل بيلعب تحت راس الحربه عبد الوهاب. ده المثلث الهجومي لفريق النادي الاهلي، هيلعب ركله حره. احمد نبيل كوكا، عربي لكوكا يرجع ويسلم اشرف، حضر مع مغربي هاني عمرو. التمريرات من جانب لاعبي النادي الاهلي، يبدا ويسند مره ثانيه عند لاعب احمد اشرف كابتن فريق النادي الاهلي، ايضا واحد من الهدافين برصيد 6 اهداف. احمد نبيل عاشور، كوكا ماشي كوكا لكن مس باس مقطوعه، اتلعب الطويله من ضياء في اتجاه اللاعب محمد صلاح عامل عمق وتمركز. هاني عمرو يرجع لحمزه، حمزه علاء يسلم مره ثانيه لاني. اخر لقاء لفريق الداخليه كان حقق الانتصار على فريق الجونه، فاز ب3 اهداف مقابل هدفين. احمد نبيل عاشور، حماده الفيل لاحمد اشرف، للفيل يلعبها جميله في اتجاه عبد الوهاب لكن قويه وطويله على عبد الوهاب عند الحارس زياد. زياد حاول استهلك وقت زياد، يلعبها الطويله الطوله الاماميه، يطلع مغربي بكل قوه، مغربي ياخد ركله حره. مغربي كان واحد من اللاعبين اللي كان تم تصعيدهم للفريق الاول للنادي الاهلي، كان شارك في اللقاء الودي للفريق الاول الموسم الماضي امام فريق البلاستيك. مغربي يبدا مع هاني عمرو، قاعد موجود يتابع اللقاء الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كابتن هشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اتلعب الطويله الطوله الاماميه عند احمد اشرف لكن اتقفل عليه، حط جسمه عدى اشرف. يا ولد عبد الوهاب، عبد الوهاب اول كوره واخطر كوره، اول كوره واخطر كوره واول ظهور للاعب عبد الوهاب علي، وتصويبه عبد الوهاب بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس زياد. عمل مجهود فيها والله احمد اشرف، ضغط واستخلص احمد اشرف ولعبها بالعرض عند صاحب القميص رقم 9 عبد الوهاب علي، لكن بجوار القائم الايمن اول تهديد واخطر تهديد للنادي الاهلي على شباك فريق الداخليه في الدقائق اللي فاتت. اتلعب الطويله الطوله الاماميه، يلمس كرم ركله حره ورايت عمران فريج، ساب ركله حره لصالح النادي الاهلي. يبدا مغربي، هاني عمرو هيبدا يضغط النادي الاهلي على فريق الداخليه في نص ملعب الداخليه. احمد اشرف ياخد منها رامي التماس، خلاص عدت مرحله جس النبض، نبدا بقى وندخل في اللقاء. مغربي يحضر مع هاني عمرو، عربي يرجع مره ثانيه يسلم لهاني. حمزه علاء، حمزه يسلم مره ثانيه لهاني، هاني يلعبها طويله الطوله لا لكن مقطوعه. كوكا قاطع كوكا، يلعب كوكا عند احمد سيد عبد النبي، عد احمد سيد لكن مضغوط عليه ومقطوعه. زياد طارق يرجع مرة تانية، عدى ومر زياد، يلعبها طويلة في اتجاه كرم شعبان لكن محمد أشرف سلم مغربي من حمزة. مغربي مرة تانية يرجع ويسلم لعربي بدر، وقع لاعب من فريق الداخلية أعتقد اللاعب أحمد محمود، نتمنى له كل السلامة. رايح له حكم اللقاء عمرو سامي، كل السلامة للاعب
احمد محمود لاعب فريق الداخليه النهارده على مقاعد بدلاء النادي الاهلي، الحارس عاصم سليم، طه محمود، معاذ انور، فادي وليد، محمد ياسر فوزي، محمود صابر، ويوسف عبد القادر. بينما على مقاعد بدلاء فريق الداخليه احمد نبيل، محمد هاني، مصطفى عبد القادر، عبد المنعم، امجد، محمد علي، وزياد حسني. كل السلامه للاعب احمد محمود لاعب فريق الداخليه. لو استعرضنا مع بعض زي ما قلت لحضراتكم موقف النادي الاهلي، لعب 20 لقاء ومؤجل له لقاءين، لقاء امام حرس الحدود ولقاء امام وادي دجله، جمع 51 نقطة من الفوز في 16 لقاء. انهى الدور الاول النادي الاهلي متصدر جدول البطولة، ثم انطلق الدور الثاني فاز على نادي الاسماعيلي بالاسماعيلية 3-1، ثم نادي المصري باستاد الجيش بالسويس بهدف للاعب عبد الوهاب. يرجع مرة ثانية تمريرة لكن يقطع كوكا، كوكا يلعب لاحمد، احمد اشرف، عربي، لما عربي يسند عربي، واحدة والتانية عربي مع كوكا، حمد الفيل لكن مضغوط عليه مقفولة، احمد اشرف مرة تانية، لسه المباراة مخنوقة، لقاء مقفول محتاج هدف هنا او هنا، هيفك ويحل اللقاء. احمد سيد عبد النبي يلعبها طويلة، احمد اشرف في الجانب الايمن يلعبها عرضية، لكن مرة تانية احمد محمود يشتت، حمزة يرد كوكا، حرك تحركات بطول وعرض الملعب اللاعب احمد نبيل عاشور، كوكا، زياد طارق، يلعب زياد، كوكا يرجع ويلم كوكا، يسلم مره ثانيه عند مغربي، لعربي بدر، عربي يلعب ويطول الطويله الطوله الاماميه خارج الملعب مع عبديه، ركله المرمى لفريق الداخليه. هيلعب زياد محمد، ركلة المرمى لفريق الداخلية. التعادل السلبي حتى الآن فعاليات الأسبوع 23 لبطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2001. لم مرة تانية شعبان لضياء عند كرم شعبان، كرم لسيف أيمن، سيف التمريرة، صلاح مشي يلعب ويعلق عرضية لكن مأمن أحمد سيد عبد النبي، عبد النبي، هاني عمرو، هاني يلم، هاني مش هاني، صفرة عمرو سامي، احتساب ركلة حرة لصالح النادي الأهلي. يبدأ هاني لمغربي، يسلم مرة تانية لهاني، أحمد سيد عبد النبي يرجع ويسلم لهاني عمرو، هاني تراجع فريق الداخلية لنص ملعبه، فيش إلا اللاعب كرم يضغط على لعيب النادي الأهلي. يرجع مرة ثانية أحمد نبيل لكوكا، مغربي تمريرة مع أحمد نبيل، كوكا، كوكا عدى كوكا يا ولد، يسند لمحمد أشرف، أشرف وخارج الملعب، رمية التماس لفريق الداخلية. سيف أيمن هيلعب، سيف أيمن، وادي التعليمات من الكابتن أحمد سراج للعيب النادي الأهلي، عملية الرقابة ويلعب لعيب النادي الأهلي دايما على سكند بول على الكرة الثانية. ادي أمر اللي بيبقى حريص عليه الكابتن أحمد سراج دايما في تعليماته للعيب النادي الأهلي، لازم آخد الكرة الثانية. بعرض الملعب كرم شعبان، كرم يضغط احمد اشرف، عبد الوهاب لكن يلم مره ثانيه، كرم، كرم عايز يعدي لكن يا ولد عمل له الصداده اللاعب احمد نبيل لكوكا، من احمد نبيل كوكا وعربي بدر الاثنين في نص الملعب، هيدوا قوه لخط وسط النادي الاهلي. سلامه ركله حره على النادي الاهلي لصالح اللاعب زياد طارق، هيلعب ركلة حرة فريق الداخلية. وادي المشهد الكرة اللي فاتت وصفرت عمرو سامي، ركلة حرة
للاعب زياد طارق. هيلعب احمد محمود، يلعبها طويله احمد. احمد سيد عبد النبي يرد، استلم عربي بدر، عربي الطويله لك لمين؟ ترجع مره ثانيه لاحمد محمود. محمود يسلم عند شعبان لزياد، لكن يرد مره ثانيه احمد سيد عبد النبي. يطلع مره ثانيه بكل قوه احمد محمود، لكن رايه من احمد زيدان المساعد الثاني في هذا اللقاء. احتساب رميه التماس لصالح النادي الاهلي. ادي تعليمات زي ما قلت لحضراتكم من الجهازين الفنيين النادي الاهلي والجهاز الفني لفريق الداخليه. ركله حره على كرم شعبان، صالح اللاعب هاني عمرو عربي. يسلم كوكا، يرجع مره ثانيه عربي. لم حماده يسند عربي بدر. مره ثانيه احمد نبيل اشور كوكا، يلعب لاشرف، مشي بعرض الملعب يسند لاحمد اشرف. اشرف عايز يعدل على القدم اليسرى، يرجع ويسلم. عامل تراجع من فريق الداخليه في نص ملعبه، عامل دفاع منطقه، يلعب مره ثانيه عبد النبي، عايز يعدي، عايز يعدي، يلعب عرضيه على القائم الاول، لكن تمركز جيد وخارج الملعب. ركله ركنيه، ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. رايح اللاعب احمد اشرف، يلعب بالقدم اليسرى، الكره اللي فيها سويرف داخل المرمى. اللاعب احمد اشرف في تعليمات الكابتن احمد سراج في الكرات الثابته للاعبي النادي الاهلي. احمد اشرف وركله ركنيه، ودي تعليمات وتحذير من حكم اللقاء عمرو السامي للاعبي الفريقين داخل مربع العمليات. رقابه على عبد الوهاب من اللاعب احمد محمود. هيلعب احمد اشرف، ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. يسند ويلعب مع احمد سيد عبد النبي، عبد النبي يلعب ويعلق، يعلقها ضربه الراس من مغربي، لكن يا ولد يا ولد، ضربه راس من اللاعب محمد مغربي، وتصدي من زياد خارج الملعب. ركنيه مره ثانيه لصالح النادي الاهلي، ركنيه ورايح احمد اشرف. ادي الكوره اتلعبت لاحمد سيد عبد النبي، علقها احمد سيد عبد النبي على راس اللاعب مغربي، ضربه راس قويه من مغربي، لكن تصدي رائع من الحارس زياد محمد. هيلعب احمد اشرف مره ثانيه، يرجعها مره ثانيه حكم اللقاء، يتكلم وتحذير مع لاعبي الفريقين. ادي اللعب مؤمن مع عربي بدر، يعني مؤمن ورقابه على عربي. محمد محمود على اللاعب عبد الوهاب، بيحاول يهرب من الرقابه لعيب النادي الاهلي. اتلعبت وتعلقت، دور على ضربه الراس، يطلع محمد سلامه ولا عربي. اشرف يصوب ويسدد، مين مستني؟ لكن يرد مره ثانيه اللاعب محمود طه، يلمس احمد اشرف في اتجاه حماده الفيل، ولكن صافره عمرو سامي. تساب ركله حره على النادي الاهلي لصالح فريق الداخليه. حماده الفيل هيلعب احمد محمود، سلم عند اللاعب اطاء، طلع زياد طارق في الجانب الايسر. شكل واداء فريق الداخليه اتغير تماما عن الدور الاول. يطلع حمزه، عدت مرت عربي، مامن عربي مره ثانيه. ادي تصويبه، وادي تصويبه من اللاعب محمود طه خارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى. واقف حمزه علاء، ادي تدخل طالب بركله حره في المشهد والكره اللي فاتت. وقف انشغل اللاعبين بالحديث مع حكم اللقاء، ولكن تصويبه لخارج الملعب ركله المرمى. ادي الكوره وادي المشهد، شوفها طالع حمزه، تدخل معاه من اللاعب محمد صلاح، اشار باستئناف اللعبه حكم اللقاء عمرو سامي. و ركله المرمى لصالح النادي الاهلي. العب 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 العب، يلا محمد اظهر، يلا اهدى الناس، اطلع. يبدا مره ثانيه محمد مغربي، يسلم مغربي، العابه طويله لكن لخارج الملعب. رميت التماس خارج الملعب من مغربي. هيلعب سيف ايمن، رميت التماس لفريق الداخليه. هذه الصوره والمشهد على اللعب
كرم شعبان قلت لحضراتكم هو اللاعب الوحيد تلاقي دايما انظار لاعبي فريق الداخليه تتجه للاعب كرم شعبان. حماده الفيل لم يعد، ادي كرم لم كورته عدى مشي، الضغط عليه ضغط مزدوج من لاعب النادي الاهلي. شعبان رد مره ثانيه مغربي طويله في اتجاه عبد الوهاب واحمد محمود، احمد اشرف المرتده السريعه، حماده الفيل، الفيل من الجانب الايسر، الفيل يلعبها ويعلق العرضيه لكن التغطيه الدفاعيه من احمد محمود. مره ثانيه يامن اللعب شعبان، وادي صفيره عمرو سامي، احتساب ركله حره على اللعب احمد اشرف. تعادل سلبي لازال هو عنوان اللقاء الاهلي والداخليه الاسبوع الثالث والعشرين لبطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2001. اللاعب احمد اشرف، تعليمات من الكابتن احمد سراج المدير الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي في لقاءات كتير يعني استرجع لقاء وادي دجله في الدور الاول، الشوط الاول خرج النادي الاهلي شوط اول بتعادل سلبي، ثم في شوط اللقاء الثاني احرز النادي الاهلي اربع اهداف متتاليه، ثم لقاء اللي بعده كان امام فريق حرس الحدود وانتهى ايضا الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف، ثم في شوط اللقاء الثاني استطاع النادي الاهلي احراز ايضا اربع اهداف. مره ثانيه هاني عمرو، احمد نبيل، كوكا يلعب لعربي، محمد اشرف، عدى اشرف، اشرف يا ولد يا اشرف، لم يعد اشرف، مين قرب له؟ عايز يغير ملعب عند سلامه لكن ما توصلش لسلامه، رد مره ثانيه احمد سيد عبد النبي، الم احمد سيد يلعب لعربي، بيقرب لكل لاعب في ارض الملعب عربي، يلعب لكوكا، كوكا يلمس كوكا، عبد الوهاب يلا هوبا، عبد الوهاب ركله حره وصفرت حاكم اللقاء على طول هيروح محمد اشرف اخصائي الضربات الثابته للنادي الاهلي، ركله حره لصالح النادي الاهلي، رايح اللاعب محمد اشرف، شوف محمد اشرف وعربي بدر، ركله حره حائط بشري، ثلاث لاعبين من فريق الداخليه، اكتفى حارس المرمى والله بالفعل ثلاث لاعبين ضم ليهم اللاعب كرم شعبان، عربي ومحمد اشرف. هل هنشوف عربي؟ ايضا عربي واحد من اللعيبه اللي بيتميز بقوه التسديد، عربي بدر، محمد اشرف القدم اليسرى، عربي بدر، شوف الركله الحره للنادي الاهلي والقرار ما بين الاثنين وشباك زياد محمد في انتظار القادم، محمد اشرف يصوب في الحائط البشري، عدت وردت مره ثانيه، هذه تصويبه من كوكا بالقدم اليسرى خارج الملعب معديه، ركله المرمى لفريق الداخليه. هيلعب الحارس زياد، اتلعبت من مؤمن عمران، سلامة يعلى سلامة للفيل، حمادة الفيل استلم يا راجل، استلم يا راجل، حب يلعبها من مرة واحدة، حمادة الفيل ياخدها من مرة واحدة، وان تاتش محل لعب حمادة الفيل لكن خارج الملعب، ركلة المرمى لفريق الداخلية. هيلعب زياد، اخطر كورة للنادي الاهلي، حاول ينهي النادي الاهلي شوط اللقاء الاول وهو متقدم لكن حتى الان التعادل السلبي لازال هو عنوان اللقاء. مرة ثانية كرم شعبان حاول ينوع، كرم شعبان، محمد صلاح، صلاح مشي، صلاح عدى يلعب لكن مقطوع، عربي، عربي بدر الطويلة في اتجاه عبد الوهاب، روح يا عبد الوهاب، راح عدى مر فات، عبد الوهاب احتسب ركلة حرة، حكم اللقاء احتسب حكم اللقاء ركلة حرة على النادي الاهلي على اللاعب عبد الوهاب علي. يبدا مرة ثانية يلم اللاعب مصطفى طه عند زياد، يرجع لمصطفى مرة ثانية، ميدو، ميدو ناصر لكن يضغط احمد سيد عبد النبي خارج الملعب ورمية التماس، يلعب زياد طارق جبهة اليسرى لفريق الداخلية، حاول يكون لعيب النادي الاهلي يمثل من خلالها الثغرة اللي يوصل من خلالها لمرمى الحارس زياد محمد،
يقابلها ايضا الجبهه اليسرى للنادي الاهلي اللي فيها اللاعب محمد اشرف، وبيحاول فريق الداخليه من خلال اللاعب كرم شعبان انه يخترق الجبهه اليسرى. بالفعل زي ما بقول لحضراتكم كان مغربي مامن الجبهه اليسرى للنادي الاهلي، هي الملعب مايل ناحيتها لما تكون الكره مع فريق الداخليه، جبهه اللي فيها اللاعب كرم شعبان من فريق الداخليه وبيميل عليه ميدو ايضا وسيف ايمن. اتلعبت رميه التماس كان يرد مره ثانيه محمد اشرف لم ناصر لكن مقطوع عربي مش عربي التمريره لكن مقطوع زياد، يلم زياد يصوب ويسدد زياد لكن سهله في ايد الحارس حمزه علاء، لم يختبر حمزه علاء ولم يختبر الحارس زياد محمد. خارج الملعب رميه التماس لصالح فريق الداخليه. صوره والمشهد على حكم اللقاء عمرو سامي لحضراتكم 37 عام طيار بالقوات الجويه وماجستير في علوم الطيران، حكم اللقاء واحد من الحكام الاكفاء عمرو سامي حكم درجه اولى، الكابتن عمرو سامي حكم درجه اولى منذ عام 2013. رد مره ثانيه هاني عمرو لعبه طويله الطوله الاماميه احمد محمود يضغط سلامه، تبادل المراكز ما بين سلامه واحمد اشرف والفيل، اتلعبت في اتجاه الفيل عدت مرت الفيل، اظبط يا راجل الفيل وقف على كورته يلعبها العرضيه قويه عدت مرت فاتت عند اللاعب زياد طارق، زياد يسلم مره ثانيه عند اللاعب طه، طه مشي عدى مصطفى طه ضغط عليه من هاني عمرو، شوف هاني دايما بيكمل تحت الظهير الايمن للنادي الاهلي احمد سيد عبد النبي ومغربي بيكمل تحت محمد اشرف، الظهير الايسر يلعب عبد الوهاب توعى مره ثانيه يلم اللعب طه التمريره ناصر ميدو ناصر تمريره مره ثانيه لزياد لكن لخارج الملعب رميه التماس لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعاني عنده غيابات زي ما حضراتكم عارفين، غياب لواحد من مواهب النادي الاهلي وواحد من الهدافين اللاعب شاهد رضوان، يلعب عبد الوهاب العرضيه الراسيه لكن يطلع ويمسك حارس المرمى زياد محمد، بيغيب عن النادي الاهلي النهارده اللاعب شاهد رضوان واحد من هداف النادي الاهلي برصيد 8 اهداف على الرغم من غيابه لاكثر من 10 او 12 لقاء. اللاعب شاهد رضوان منذ لقاء بتروجيت باستاد الجيش بالسويس بيغيب شاهد رضوان للاصابه وواحد من هداف النادي الاهلي برصيد 8 اهداف، وايضا غياب واحد من لاعبي خط الوسط المميزين والمهمين اللاعب يوسف عثمان للاصابه، ركله حره صافره عمرو سامي اتلعبت سريعه لكن يلم مره ثانيه شعبان كرم لخارج الملعب، خارج الملعب رميه التماس واقع لاعب من فريق الداخليه لاعب ضياء مصطفى نتمنى له كل السلامه ونزل له الجهاز الطبي لفريق الداخليه. تعادل سلبي لازال هو عنوان اللقاء، احمد سراج واقف في المنطقه الفنيه، التعليمات والتوجيهات مستمره من الكابتن احمد سراج من لاعب النادي الاهلي. ولازال تلقى العلاج لاعب فريق الداخليه اخر لقاءات فريق الداخليه حقق الانتصار زي ما قلت لحضراتكم على فريق الجونه 3 أهداف مقابل 2، 3 انتصارات حققهم فريق الداخليه هذا الموسم منهم انتصارين ذهابا وايابا على فريق الجونه على ملعبه بهدفين ثم على ملعب الداخليه ب3 أهداف مقابل 2، والانتصار الثالث كان على فريق بيراميدز فوز على ملعب الداخليه ب2 مقابل 1. قام اللاعب ضياء مصطفى كل السلامه ورمي التماس لصالح النادي الاهلي يرجعها بروح رياضيه لاعب النادي الاهلي لفريق الداخليه. استنى كابتن هيلعب محمد اشرف ادي عربي بدر بروح رياضيه رجعها عربي للعيب فريق الداخليه عند الحارس والله لخارج الملعب رميه التماس هيلعب رميه التماس فريق الداخليه
الفترة الأخيرة وضغط اللقاءات، تم ضغط اللقاءات. النادي الأهلي يعني لعب يوم الجمعة أمام فريق الإنتاج الحربي، النهاردة أمام فريق أدي الصورة والمشهد. على الكابتن إكرامي، كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وأيضا الكابتن إكرامي مشرف العام والمدير الفني لحراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ميدو كرم تلاحم اللقاءات والمباريات في الفترة الأخيرة لفريق النادي الأهلي. أجي معسكر المنتخب المصري، منتخب الناشئين مواليد 2001 اللي بيقوده الكابتن ربيع ياسين، نتمنى له كل التوفيق. مجهود كبير بذله الكابتن ربيع ياسين مع جيل 2001 ضم معسكر، سينطلق ان شاء الله يوم 23 الاربعاء القادم. تم اختيار مجموعه من اللاعبين من فريق النادي الاهلي، اختيار اللاعب حمزه علاء حارس المرمى، محمد مغربي ومحمد اشرف ومحمود صابر، يوسف عبد القادر واحمد اشرف وعربي بدر، مجموعه من اللاعبين اللي انضمت وتم الاستقرار على انضمامهم للمعسكر القادم، معسكر المنتخب المصري اللي هينطلق من 23 مع كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر. نتمنى له كل التوفيق، بيتحرك والله يا جماعه في كل مكان، في كل الملاعب، وبيشوف كل اللعيبه من كل مكان ومن كل المحافظات. جهود مبذول من الكابتن ربيع وجهازه الفني، نتمنى لهم كل التوفيق. محمد اشرف يضغط على مؤمن، مؤمن واشرف يلعب لكن لخارج الملعب، ياخد منها فريق الداخليه، ركله ركنيه رايح كرم شعبان، كرم وركله ركنيه لفريق الداخليه. شكل فريق الداخليه تغير تماما عن لقاء الدور الاول، اللقاء اللي كان انتهى بفوز النادي الاهلي 6-1 على ملعب الداخليه. يلعب كرم شعبان على القائم الاول، وادي ضربه الراس طلع لوحده اللاعب ميدو ناصر، لكن خارج الملعب ركله المرمى. هيلعب حمزه علاء، شوط اول لسه على الهادي ما بين الفريقين. اعتقد كابتن احمد سراج ما بين شوطي اللقاء قول بعض الامور تنظيميه للاعب النادي الاهلي، بعض الامور تاج يكون فيها جديه اكتر من لاعب النادي الاهلي احمد اشرف، وازاي اضرب التكتل الدفاعي اللي عامله فريق الداخليه. دفاع المنطقه عربي مره ثانيه، عربي لم عد، عربي عربي بدر مش عربي، عدى واحد والتاني والتالت يا ولد، يا عايز يلم ويعد عربي لكن اتقطعت. زياد، زياد طارق مش زياد، لكن كوكا يضغط، كوكا احتسب حكم اللقاء ركله حره على احمد نبيل كوكا، ركله حره من حكم اللقاء عمرو سامي واحمد نبيل كوكا. حتى الان حكم اللقاء عمرو سامي مش حاسين بيه في اللقاء، دايما الحكم الكويس ما تحسش بيه في احداث اللقاء، قريب من كل كوره وقريب من كل مشهد حكم المتميز عمرو سامي. كرم شعبان وركله حره واخصائي الضربات الثابته في فريق الداخليه، كرم شعبان هيلعب الركله الحره، كرم يلعب ويعلق لكن يا ولد يا ولد، لكن في الشباك الخارجيه، في الشباك الخارجيه لمرمى الحارس حمزه علاء، اخطر كوره لفريق الداخليه. اخر ثلاث او اربع دقائق فريق الداخليه قدر يوصل لمرمى النادي الاهلي عن طريق الكرات الثابته من ركله ركنيه ومن تصويبه للاعب كرم شعبان. يبدا مره ثانيه يبحث النادي الاهلي عن الاستفاقه والافاقه قبل نهايه احداث شوط اللقاء الاول. ضياء يرجع مره ثانيه عند طه، محمد سلامه، سلامه عايز يعدي من الجانب الايمن، مش سلامه، سلامه سلامه اضغط عليه من احمد محمود، يلم مره ثانيه محمد سلامه، يلعب ويعلق العرضيه عند الفيل، الفيل لو سند اشار بايه؟ اشار بركله جزاء، ركله جزاء وفرمان من حكم اللقاء عمرو سامي باحتساب ركله جزاء للاعب حماده الفيل. ركله الجزاء اتلعبت وسند لنفسه، هنشوفها مره ثانيه وصفرت عمرو سامي، احتساب ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. ادي الكوره اتلعبت وادي حماده الفيل ضغط عليه ودفع في ظهر حماده الفيل من اللاعب رقم 14 ضياء مصطفى، هنشوفها مره والثانيه، وادي ادي الدفعه
بالفعل دفع في ظهر اللاعب حماده الفيل، وقرار موفق من حكم اللقاء عمرو سامي بالاعتراض من لاعبي فريق الداخليه. ركله جزاء اخصائي الضربات ركلات الجزاء في النادي الاهلي محمد مغربي، رصيده من الاهداف 5 اهداف محمد مغربي، وركله الجزاء لصالح النادي الاهلي ومواجهه مع زياد محمد. مغربي وزياد وركله الجزاء لصالح النادي الاهلي وحوار ما بين الاثنين داخل مربع العمليات وصفيره عمرو سامي ومغربي. مغربي وركله الجزاء، مغربي مغربي مش ممكن يا مغربي مش ممكن، يلا مغربي ولا يهمك. ركله جزاء مهدره من لاعب النادي الاهلي لخارج الملعب، ادي مغربي ركله جزاء مهدره وخارج الملعب، ركله الجزاء من اللاعب محمد مغربي. يلا يا شباب محمد مغربي ركله الجزاء، ادي مغربي واخد القرار مغربي، قوه من مغربي ولكن فين؟ خارج المرمى تماما، اتلعب الطويل الطول الاماميه يلمس مغربي ويرد احمد اشرف، يلمس لعبد الوهاب، لو عدت لو مرت عبد الوهاب ركله حره على النادي الاهلي وصافره من حكم اللقاء. بالفعل صافره من حكم اللقاء، احتساب ركله حره على اللاعب عبد الوهاب علي. هيلعب مؤمن صالح، مؤمن شوط اول بيلفظ انفاسه الاخيره قارب من اللحظات الاخيره في شوط اللقاء الاول. اتلعبت عند ميدو، ميدو لكن حمزه علاء، يا ولد يا حمزه، يطلع حمزه علاء ويمسك كورته. حمزه علاء حاول يبدا عند سلامة، يلعبها طويلة في اتجاه سلامة، بالفعل يرد مرة تانية، يلعب ميدو دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع عن أحداث وعمر شوط اللقاء الأول. إشارة من عمران فريج المساعد الأول بناء على إشارة من حكم اللقاء عمرو سامي. شوط أول بياخدنا للتعادل السلبي ما بين الأهلي والداخلية. هذا الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية، يضغط سلامة مرة تانية عند محمد صلاح، اتلعبت لزياد ولكن خارج الملعب، خارج الملعب رمية التماس. عربي يلعب لهاني عمرو، حاول يحضر ويبدأ النادي الأهلي. مغربي بعرض الملعب لهاني، هاني يسلم لأحمد سيد عبد النبي مرة تانية، هاني عمرو، هاني التمريرة لعربي، سلم مرة تانية لأحمد سيد عبد النبي في الجانب الأيمن، التمريرة لكن مقطوعة وخارج الملعب، رمية التماس لصالح النادي الأهلي. أدي أحمد سيد عبد النبي يلعب لهاني عمرو، هاني اللي مغربي مرة تانية يبدأ ويحضر النادي الأهلي. محمد أشرف، أشرف يلعب لكوكا، أحمد نبيل كوكا لكن اتقطعت، مس باص مقطوع. محمد صلاح، صلاح مشي، صلاح يلعبها مع ميدو مرة تانية، صلاح صلاح لكن مضغوط عليه من عربي، صلاح لكن استخلاص وخارج الملعب، ركلة المرمى لصالح النادي الأهلي. يلا حمزة، يبدأ حمزة يلعبها باستعجال، حمزة استعجال من لاعبي النادي الأهلي، يعني ركلة الجزاء المهدرة خلت لاعبي النادي الأهلي مستعجلين أكتر، لين عايزين ينهوا الشوط الأول بهدف. يرد أحمد نبيل كوكا طويلة في اتجاه عبد الوهاب، كمل يا عبد الوهاب، عبد الوهاب وأحمد محمود، ياخد منها النادي الأهلي رمية التماس، يلعب سلامة، يعني ركلة الجزاء كانت هتدي ثقة أكتر للنادي الأهلي لو استطاع محمد مغربي إحراز ركلة الجزاء كانت هتسهل اللقاء شوية، لكن يلا يا شباب لسه بدري، شوط لقاء أول بينتهي لسه في لقاء وشوط ثاني. محمد مغربي حد من افضل اللاعبين، فكره مغربي يا جماعه يلعب مره ثانيه. احمد اشرف صافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول، يطلقها حكم اللقاء عمرو سامي بتعادل سلبي ما بين الاهلي والداخليه ضمن فعاليات الاسبوع 23 لبطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2001. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، هذا كان كل ما لدينا في
للكابتن أسامة حسني، للكابتن محمد حشيش، وللكابتن أحمد بلال، ضيوف ملعب الأجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، نلتقي سويا وأحداث شوط اللقاء الثاني من لقاء الأهلي والداخلية ضمن فعاليات الأسبوع 23 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ما بين الفريقين. هنشوف في شوط اللقاء الثاني كلا الجهازين الفنيين الايه بين شوطي اللقاء. هيبقى على يدنا اليمين فريق الداخلية، على يدنا الشمال النادي الأهلي. لقاء يديره تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة عمرو سامي، حكم الساحة مساعد أول عمران فريج والمساعد الثاني أحمد زيدان. هنشوف فريق الداخلية في الشوط الأول استغل حمى البداية في اللقاء، قدر ان هو ينظم صفوفه، استغل شوية استعجال وعدم تركيز من لاعبي النادي الأهلي، ضغط اللي فيه لاعبي النادي الأهلي وحالة الاستعجال اللي عند لاعبي النادي الأهلي. هنشوف الشوط الثاني، اعتقد الكابتن أحمد سراج ما بين شوطي اللقاء قال بعض الأمور للاعبي النادي الأهلي، أتمنى انها تتطبق وتتنفذ في شوط اللقاء الثاني. شوف نفس التشكيل اللي بدأ بيه الفريقين أحداث اللقاء بيدخلها شوط اللقاء الثاني. النادي الأهلي حراسة المرمى حمزة علاء، قدامه محمد مغربي وهاني عمرو، في اليمين أحمد سيد عبد النبي، في الشمال محمد أشرف، وسط الملعب ودايرة المنتصف عربي بدر وأحمد نبيل كوكا، دمهم أحمد أشرف، محمد سلامة، حمادة الفيل، ورأس الحربة عبد الوهاب علي. هنشوف شوط وشوط اللقاء الثاني هيسفر عن ايه. قال ايه الكابتن هاني عبد الباقي وقال ايه الكابتن احمد سراج. هاني عبد الباقي المدير الفني لفريق الداخليه دون اجراء اي تبديل بيدخل شوط اللقاء الثاني. صافره انطلاق شوط اللقاء الثاني، عربي بدر، اعتقد شوط ثاني هيبقى مختلف تماما من جانب لاعب النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا لمغربي، ركله جزاء مهدره من جانب النادي الاهلي في شوط اللقاء الاول، اهدرها مغربي واحد من هداف النادي الاهلي، مغربي برصيد 5 اهداف. مغربي يلعب التمريره عند حماده الفيل، يسند لاحمد اشرف، مره ثانيه اللاعب ميدو واقع لاعب من فريق الداخليه، نتمنى له كل السلامه، ومعاه حكم اللقاء عمرو سامي، هينزل الجهاز الطبي لفريق الداخليه كل السلامه. لسه بنلعب في اول دقيقه في احداث شوط اللقاء الثاني. حاول النادي الاهلي في شوط اللقاء الثاني من بدايه الشوط الثاني ان هو يحرز هدف يسهل عليه اللقاء ويدي ثقه اكتر للاعب النادي الاهلي. ادي المشهد وادي الكوره، تدخل مع اللاعب سيف ايمن، لازال واقع لاعب فريق الداخليه اللاعب سيف ايمن، اتمنى له كل السلامة. لم يختبر كلا الحارسين سواء الحارس زياد أو حمزة علاء. فريق الداخلية في شوط اللقاء الثاني نفس التشكيل، زياد محمد في حراسة المرمى، قدامه مؤمن صالح وأحمد محمود، في اليمين سيف أيمن، في الشمال زياد طارق، نص الملعب أحمد شعبان وضياء مصطفى، قدامهم كرم شعبان ومصطفى طه، محمد صلاح و رأس الحرب ميدو ناصر. تبادل المراكز ما بين ميدو ناصر ومحمد صلاح شفناه في شوط اللقاء الأول. محمد صلاح هو هداف فريق الداخلية، بينما عبد الوهاب علي هداف فريق النادي الأهلي. قام اللاعب سيف أيمن استأنف أحداث اللقاء، شايف بدلاء النادي الأهلي بيجري العمليات الحماية خلف مرمى الحارس زياد، استئناف بإسقاط عمله حكم اللقاء عمرو سامي، سهلة للحارس زياد محمد. نلعب في 3 دقايق من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني. التعادل السلبي لازال عنوان اللقاء، اتلعبت الطويلة، محمد أشرف يلمس، أمن هاني، سيبها لحمزة علاء، يبدأ حمزة يلعبها طويلة الطولة الأمامية. عقب هذا اللقاء عندنا توقف لمدة 10 أيام زي ما قلنا لإقامة معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة الكابتن ربيع ياسين، طلق يوم الأربعاء. أدي كرم شعبان أخطر وأهم لاعب فريق الداخلية مع محمد صلاح،
وصورة زي ما حضراتكم عارفين وشايفين، لقاء بيذاع حصريا فقط على النادي الاهلي. سابقة تحدث، وادي التصويبه بجوار القائم الايمن لمرمى اللاعب الحارس حمزه علاء. بدا فريق الداخليه يطمع في اللقاء، قامت اللقاء، وان اللقاء مذاع على قناه النادي الاهلي وعلى الهواء مباشره، مدي حماس للاعبي فريق الداخليه، عامل ضغط على لاعبي النادي الاهلي. يعني لازم ننوه ونوضح هذا الامر، لقاء مدي حاله من الحماس والقتال والشراسه من جانب فريق الداخليه. فريق لاعب ناشئ يا جماعه، شوف لقاء متذاع على الهواء، اهله وهو سواء قاعدين فرجوا على اللقاء، وكافه الجماهير قاعده تتابع وتشاهد اللقاء زي ما قلنا سابقه بتعملها قناه النادي الاهلي. تعود لاعبي النادي الاهلي اللعب تحت الضغط، سواء ضغط الجماهير او ضغط لقاءات الدرجه الاولى، لعب خلاص اتعود انه يلعب تحت ضغط. ادي احمد اشرف يلعبها، محمد سلامه، سلامه يصوب بالقدم، باطن القدم من محمد سلامه لخارج الملعب، خارج الملعب وركله المرمى. زي ما قلت لحضراتكم، حاول قناه النادي الاهلي، يعني كل الشكر كل التحيه للمسؤولين والقائمين في قناه النادي الاهلي السابقه اللي بتحدث زي ما قلنا لاول مره، قامت مباريات ولقاءات الناشئين على الهواء مباشره، شوفها ونتابعها على شاشه قناه النادي الاهلي. بننقل كل جديد دائما وابدا في ملعب الاشبال مع الكابتن اسامه حسني. زي ما قلنا سابقه ليها فوائد كتير للعيبه، اللعيب يلعب خلاص تحت ضغط الاعلام وتحت ضغط الجماهير امر في غايه الاهميه، خصوصا في هذا المرحله السنيه والمرحله العمريه. لعب يفيد اكتر منتخب 2001، يعني اكتر واحد تلاقيه مبسوط من هذا الامر هو الكابتن ربيع ياسين مدير الفني. استفاده كبيره من اللعيبه قبل انطلاق التصفيات المؤهله لامم افريقيا للناشئين، اللعيب يتعود انه يلعب تحت الضغط الجماهيري او ضغط الاعلام والتلفزيون، كله امر مهم جدا. يعني اوجه الاستفاده منه كبيره جدا، سواء للاعبين سواء للمنتخب، منتخب مصر للناشئين، منتخب ال 2001، لعيبه خلاص تتعود على الضغط. عندنا الفتره الاخيره مجموعه من اللاعبين في ظل غياب الجماهير وغياب الحضور الاعلامي، عندنا فشل كبير في منتخبات الناشئين في الفتره الاخيره والمرحله الاخيره سبب غياب الجمهور وغياب الضغط الاعلامي على اللاعب، وان اللاعب شوف اللقاءات متذاعه على الهواء مباشره، امر كنا بنعاني منه في السنوات اللي فاتت وفشل في المنتخبات الوطنيه. اتمنى تكون اللعيبه تقدر تستفيد من هذا اللقاء، تحمل شوف الضغوط، لاعب يتعرض لضغوط سواء من الجماهير سواء لعيبه منهم اول مره بيتزعلها لقاء على الهواء مباشره. اتلعبت طويله الى الحارس زياد، يرد مره ثانيه محمد اشرف خارج الملعب، قربت التماس، هيلعب محمد اشرف. لا زال التعادل السلبي عنوان اللقاء، الاهلي والداخليه. يلعب لمحمد سلامه، ياخد منها رامي التماس النادي الاهلي، ورامي التماس مره ثانيه، حاكم اللقاء عمرو سامي اكتسب رامية التماس للنادي الاهلي. اشرف يلعب لسلامه، سلامه يرجع مره ثانيه، ولكن ياخد منها النادي الاهلي رامي التماس. محمد اشرف يلعب مع سلامه، وادي تغيير رامية التماس، صفرت حاكم اللقاء غير رامية التماس. هيلعب فريق الداخليه، يشتت اللاعب احمد محمود مره ثانيه، يبدا هاني عمرو، احمد اشرف، اشرف صفرت عمرو سامي احتساب ركله حره، وادي تدخل مع اللاعب كرم شعبان، وقع كرم، نتمنى له كل السلامه ان شاء الله، كل السلامه للاعب كرم شعبان. نزل له الجهاز الطبي، لكن ركله حره لصالح النادي الاهلي. وادي الكره وادي المشهد اللي فات،
تدخل مع اللاعب احمد اشرف لاعب النادي الاهلي، وقع اللاعب كرم شعبان، لكن ان شاء الله يقوم بالسلامه، من اهم وافضل اللاعبين في فريق الداخليه. قوم ان شاء الله كرم بدلاء فريق الداخليه في هذا اللقاء، احمد نبيل، محمد هاني، مصطفى عبد القادر، عبد المنعم، امجد، ومحمد علي، زياد حسني. ان شاء الله تكون بسيطه للاعب كرم شعبان على مقاعد بدلاء النادي الاهلي، عاصم سليم ومعاذ انور، فادي وليد، طه، ومحمد ياسر، محمود صابر، ويوسف عبد القادر، واسماعيل حمدي. وقع كرم شعبان، ان شاء الله تكون بسيطه لكرم. ادي بدلاء النادي الاهلي معاهم اخصائي التاهيل والاحمال الكابتن اسلام عبد الفتاح. هيلعب عربي بدر، عربي والركلة الحرة لصالح النادي الأهلي. يا سلامة فين تلتحق؟ روح روح يا أحمد، يلا محمد في ظهره، روح. هيلعب عربي، يلعب ويعلق داخل مربع العمليات، ضربة الرأس من الفيل عدت، وادي مش ممكن، ولكن صافرة حاكم اللقاء. أدي راية وصفارة، راية من عمران فريج، وصافرة عمرو سامي، احتساب ركلة حرة غير مباشرة لفريق الداخلية بناء على التسلل. حاول لعيب النادي الاهلي، لازم اللعيبه تخلق مساحات في ارض الملعب. يلعب مره ثانيه احمد سيد، لكن يضغط زياد وياخذ منها رميه التماس، رميه التماس لفريق الداخليه. ادي اللاعب كرم شعبان صاحب القميص رقم 10، اتلعبت عند ميدو، والله مصطفى، مصطفى طه، يرجع مره ثانيه لكرم، كرم شعبان يلم مصطفى، يضغط مصطفى طه، ضغط سلامة لخارج الملعب، رمية التماس، يلعب أحمد دبيل كوكا. داخلين على 10 دقايق من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، التعادل السلبي لازال هو عنوان اللقاء الأهلي والداخلية. أحمد دبيل كوكا، كوكا يلعبها طويلة، رد مرة ثانية، كرم شعبان، ركلة حرة، ركلة حرة لفريق الداخلية. يلعب كرم شعبان، ادي احمد نبيل كوكا، الكرة المشتركة الأخيرة مع اللاعب كرم شعبان، والله كان هاني عمرو، وركلة حرة على حدود دايرة المنتصف. هيلعب زياد طارق، زياد يلعب ويعلق زياد عند حمزه علاء، يطلع ويمسك كورته حمزه، واحد من الحراس المميزين حمزه علاء، ومستقبل لقطاع الناشئين وللنادي الاهلي. يلعب محمد اشرف، حماده الفيل، يلا حماده، حماده الفيل، حاول، لازم نخلق مساحه شباب، لازم نخلق مساحه. يلعب احمد سيد عبد النبي، يلعب لسلامه، سلامه، سلامه، مضغوط عليه سلامه، اتلعبت احمد نبيل كوكا، يلعب لاحمد سيد عبد النبي، خد منها رمي التماس على النادي الاهلي، رايت عمران فريج، رايت عمران فريج، احتساب رمي التماس لصالح فريق الداخليه. زياد طارق، زياد يلعب لشعبان، طويله، يلمس احمد اشرف، عربي بدر مرة ثانية، يرجع ويسلم مغربي في الجانب الأيسر عند محمد أشرف، يلا أشرف، العبها لحمادة الفيل، عدت لأحمد أشرف، وقفت تحت رجله الكرة، اتقطعت مرة ثانية، مرتدة سريعة، ضياء لكرم، كرم لزياد، زياد يلعب مع محمد صلاح، يلعبها بكعب القدم في اتجاه زياد، لكن يا ولد خد منها النادي الأهلي، رامي التماس، راجع يأدي الدور الدفاعي والواجب الدفاعي اللاعب عبد الوهاب علي.
يلعب مره ثانيه مغربي. ادي عبد الوهاب راجع يؤدي الدور الدفاعي، مهاجم النادي الاهلي اللاعب عبد الوهاب وهداف فريق النادي الاهلي برصيد 10 اهداف. مره ثانيه كرم شعبان، كرم يلعب في الجانب الايمن عند ميدو، ميدو ناصر، اتلعبت العرضيه خارج الملعب، ركله ركنيه لفريق الداخليه، لاعب سيف ايمن رايح زياد طارق يلعب الركله الركنيه لفريق الداخليه. لقاء زي ما قلت لحضراتكم فارق كتير فريق الداخليه في لقاء الدور الثاني عن لقاء الدور الاول، اللقاء اللي كان انتهى بفوز النادي الاهلي 6-1. هيلعب زياد، يلعب ويعلق على القائم الاول لكن يرد احمد سيد عبد النبي، تمركز جيد ان الظهير الايمن للنادي الاهلي على القائم الاول. كرم عايز يعدي، لم عد مر فات كان يلم مره ثانيه النادي الاهلي لكن مقطوع، زياد مش زياد يعلق ويلعب العرضيه عند اللاعب محمد صلاح، صلاح يشيلها ويلعب العرضيه لكن مره ثانيه حكم اللقاء اشار باستئناف اللعب خارج الملعب، ركله المرمى لصالح النادي الاهلي. هيلعب حمزه علاء، اسرع شويه يا شباب، سلامه لكن يرد مؤمن احمد سيد عبد النبي لعربي بدر، عربي مره ثانيه. هاني كان في الاسبوع الماضي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي قام بزياره قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، التقى بفريق في 2001 و2099 واستعرض وكلم في نقاط مهمه جدا للاعبي النادي الاهلي ولاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لهم كلمه مهمه جدا، قال لهم استمتع بمرحله حياتك وانت لعيب كوره، اكتر مرحله هتقدر تستمتع بيها في حياتك مع الكوره هي مرحلتك وانت لاعب، ليست مرحله المدرب ولا المسؤول ولا الاداري، اكتر مرحله هتقدر تستمتع فيها بالكوره هي المرحله اللي انت موجود فيها دلوقتي، مرحله وانت لعيب كوره. لهم الكابتن خطيب وانا عندي 13 سنه كنت بعدي من جنب سور النادي الاهلي وبسال امتى هلعب داخل النادي ده، امتى في يوم من الايام هكون على ملعب النادي الاهلي. ثم انتقل الكابتن محمود الخطيب من نادي النصر الى النادي الاهلي بعد ما لعب 3 لقاءات امام النادي الاهلي. عربي بدر قوه التسديد وادي التصويبه من عربي لكن لخارج الملعب، ركله المرمى. هيلعب الحارس زياد، استعرض الكابتن الخطيب واتكلم مع نقاط مهمه، قال للعيبه في اي وقت اي لعيب منكم من اللعيبه الموجوده هيكون على قدر الاستعداد لانه يكون مع الفريق الاول هو اللي هيشيل ويستلم الرايه، جيل بيسلم جيل، دايما بنقول النادي الاهلي جيل بيسلم جيل والتاريخ الطويل للنادي الاهلي. يرجع مره ثانيه في ادي هاني يضغط لاحمد سيد عبد النبي، مره ثانيه هاني يلعبها عند اللاعب شعبان، كرم الضغط عليه وركله حره لفريق الداخليه، ركله حره لفريق الداخليه لصالح اللاعب كرم شعبان، اهم لاعب في فريق الداخليه زي ما قلت لحضراتكم. صوره والمشهد على الكابتن احمد سراج المدير الفني للنادي الاهلي، ادي الكوره والمشهد اللي فات. عاني النادي الاهلي من غياب يوسف عثمان في نص الملعب، نص الملعب في النادي الاهلي بيعاني النادي الاهلي من غياب يوسف عثمان، احد من اهم واميز اللاعبين في منتصف الملعب، ايضا في الشق الهجومي النادي الاهلي بيعاني من غياب شادي رضوان. حمزه علاء، يلا يا حمزه حاول يبدا السريع، حمزه اعتقد معاها انذار، يحصل على انذار، وادي انذار اول انذار، ادي انذار للاعب احمد محمود لاعب فريق الداخليه، انذار للاعب احمد محمود وقع لاعب من فريق الداخليه لكن هيقوم بالسلامه. يلعب مغربي، قام مؤمن صالح، محمد اشرف يلعبها طويله عند عبد الوهاب، عبد الوهاب يلمس، يلا يا عبد الوهاب، واحد من اللعيبه اللي يقدر في ثانيه يوحي هدف يحطك قدام المرمى. حماده الفيل، حماده يلا حماده، كرم شعبان يلمس، كرم محمد اشرف، عبد الوهاب، ميدو لكرم، حضر مره ثانيه النادي الاهلي، عدى
محمد اشرف، لكن مؤمن صالح ضاغط مؤمن لخارج الملعب، خارج الملعب ورميه التماس. هنشوف تبديل، تبديل لفريق الداخليه، لعب مصطفى عبد القادر مع الكابتن حاتم علام، هينزل مصطفى عبد القادر بديلا للاعب، بديلا للاعب ميدو ناصر، وادي اللاعب محمود صابر. هيطلع محمد سلامه، وتبديل اول للنادي الاهلي، محمود صابر لاعب وناشئ النادي الاهلي مواليد 2002 هينزل بديلا لمحمد سلامه. هيلعب رميه التماس، نزل محمود صابر رقم 28 وطلع محمد سلامه صاحب القميص رقم 11. ادي صابر مرة تانية، محمد اشرف يعلق ويلعب العرضية عند محمود صابر. لو توقع محمود صابر لازم يكون عندك القدرة على التوقع صابر. مرة تانية احمد سيد عبد النبي، لسه نازل، لسه نازل محمود صابر، وادي ركلة ركنية لصالح النادي الاهلي. احمد سيد عبد النبي هيلعب محمد اشرف، الركلة الركنية لصالح النادي الاهلي. محمد اشرف والركنية، ركلة ركنية بيطلع هاني عمرو، بيطلع والله مغربي وعربي، اتلعبت على القائم الاول لكن ما توصلش، مقطوع. محمود صابر فين يا صابر؟ هاني يرد، هاني ويعلق في اتجاه مغربي، لكن مرة تانية يلمس احمد اشرف، مقطوع احمد نبيل كوكا، كوكا يشيلها كوكا في اتجاه الفيل، لكن مقطوع. ركلة حرة على النادي الاهلي، ركلة حرة. هيلعب لاعب مؤمن صالح ركلة حرة لفريق الداخلية. محمد اشرف، محمد اشرف. هيلعب مؤمن، ادي الصورة على الكابتن هاني عبد الباقي مدير الفني لفريق الداخلية. مرة ثانية محمد اشرف، تمريرة لحمادة الفيل، يلا فيل حمادة، حمادة عنده 7 اهداف حمادة الفيل. يلعب لمحمد اشرف مرة ثانية في الجانب الايسر، عايز يعدي محمد اشرف لكن خارج الملعب، خارج الملعب، ياخد منها النادي الاهلي ركنيه. رايح محمود صابر، حتى الان الشباك ساكنه، شباك كلا الفريقين، واللقاء والتعادل السلبي هو عنوان اللقاء حتى الان. الاهلي والداخليه الاسبوع الثالث والعشرين لبطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2001، نلعب في 21 دقيقه، اتلعبت وتعلقت على القائم الاول لكن يرد مره ثانيه، بساله وقتال من فريق الداخليه. محمود صابر يلعب مره ثانيه، عدت لاحمد اشرف، يسند احمد اشرف، حماده الفيل جاي من التسلل لكن اشار بالسنه في اللعب والله فش اي حاجه. احتسب حاكم اللقاء ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. روح مره ثانيه يلعب محمود صابر ويلعب من فريق الداخليه، شوف اللقاء هيسفر عن ايه، هياخدنا لفين وهيودينا لفين. كل فريق عمل تبديل. ام اللاعب احمد محمود عنده انذار، اللاعب احمد محمود الكره المشتركه مع الحارس حمزه علاء، ولاعب من فريق الداخليه لاعب رقم 14 ضياء، ضياء مصطفى، لكن هيقوم ما فيهوش اي حاجه، والركنيه لصالح النادي الاهلي. لازال البدلاء في كلا الفريقين بيجروا العمليات الحمايه، اتلعبت وتعلقت ضربه الراس، جول 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 جول. هاني عمرو، هاني عمرو تسلم دماغك يا راجل، ضربه راس قويه وبالمقاس العرضيه الجميله من اللاعب محمود صابر، تسلم يا هاني، هاني عمرو بضربه راس بالكربون يضعها بضربه راس قويه، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب هاني عمرو. هاني عمرو عادوا من جديد للحياه احمد سراج هذا الموسم، ضربه راس قويه من هاني عمرو، لكن العرضيه الجميله الكروس العرضي من اللاعب محمود صابر. اقدر اقول لحضراتكم من هنا نقدر نقول اللقاء ابتدى، تعالوا نتفرج على اللي فاضل من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، هيكون مختلف تماما تماما عن اللي عدى ومر وفات من شوط اللقاء الاول وشوط اللقاء الثاني. هيبدا مره ثانيه صابر، صابر هيعدي هيصوب ويسدد، ولكن
ولكن اللي خارج الملعب هنشوف 23 دقيقة من نار. شوف 23 دقيقة من نار، أداء هيبقى مختلف تماما من جانب لاعبي النادي الأهلي. يلعب زياد، هدف مستنيينه من بدري يا راجل. حل اللقاء، هيفك اللقاء تماما، هيفك طلاسم اللقاء. يلا يا أحمد سيد عبد النبي، التمريرة متعة، متعة التعليق، متعة الجماهير. الكورة في الشباك، كله متعته إن الكورة في الشباك. كلنا بندور على اللحظة، كلنا بندور على المشهد. واقع عربي بدر، نتمنى له كل السلامة العربي، كل السلامة العربي. عربي بدر لاعب النادي الأهلي واقع في أرض الملعب، كل السلامة العربي. واحد من اللاعبين اللي كابتن الخطيب بيتكلم عنه عربي، الكابتن. ادي ضربة الرأس من الولد هاني عمرو. يا السلام يا هاني، يا السلام على ضربة الرأس. تسلم يا هاني، تسلم راسك يا هاني. عربي بدر واحد من اللاعبين اللي بقول لحضراتكم الكابتن الخطيب بيسأل عنه، واحد من اللاعبين الأمل للنادي الأهلي. النادي الأهلي جيل بيسلم جيل يا جماعة. دايما بنقول الأهلي، الأهلي بالتتش وصالح سليم، الأهلي بالفناجيلي والضزوي والخطيب، الأهلي بحشيش و كابتن فتحي مبروك والكابتن اكرامي والكابتن ثابت البطل وشوبير اللي كان ايوب، الاهلي ببدر رجب ومحمود صالح وابو زيد وعلاء ميهوب، الاهلي باجيال كتير، الاهلي بتريكا ومتعب، الاهلي ببيبو وبلال، اهلي ببيبو وبلال، بيبو وبشير، بيبو وجون، الاهلي بتريكا ومتعب وبركات. تاخد نفس وترجع وتسترجع الزمن اللي فات، زمن تريكا ومتعب وبركات. واخيرا وليس اخرا الاهلي بفتح وعاشور ووليد سليمان. جيل بيسلم جيل وجيل بيستلم الرايه من الجيل اللي بعديه، اجيال بتسلم اجيال. واقع لاعب من فريق الداخليه، نتمنى له كل السلامه. وبنلعب في 25 دقيقه، 25 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. الاهلي واحد، الداخلية لا شيء. هدف عن طريق راسية هاني عمرو، آخر أهداف هاني عمرو كان في شباك فريق الجيش. اللقاء اللي كان انتهى بتعادل بهدف لكل فريق ما بين الأهلي وطلائع الجيش، وكان صاحب هدف النادي الأهلي اللاعب هاني عمرو. زياد طارق هيلعب، زياد، زياد يلعبها طويلة الطولة الأمامية. مرة تانية عند اللاعب أحمد شعبان، يرد هاني، يرد مؤمن صالح. طبعا قاعد في الاستوديو التحليلي نجوم النادي الأهلي، كابتن محمد حشيش، الكابتن أسامة حسني، الكابتن أحمد بلال. ثلاثة يسترجعوا الأيام الخوالي، أيام قميص النادي الأهلي وأيام الناشئين. بلال، أحمد بلال واحد كان واحد دايما من هدافي قطاع الناشئين في النادي الأهلي. كابتن أسامة حسني حدث لا حرج، واحد من الهدافين وأبناء محافظة الشرقية. سنة من السنين ووقت من الأوقات كان خط هجوم النادي الأهلي بالكامل، بالكامل من محافظة الشرقية. كلم على بلال ومتعب وأسامة حسني وأحمد جلال، خط هجوم بالكامل من محافظة الشرقية. هتنسى محافظة الشرقية حافظة ولادة دايما، تقدم النجوم. وادي العرضية اتلعبت، عبد الوهاب ابن محافظة الأقصر، ولكن مقطوع. يرجع مرة ثانية عربي، عربي لكن مقطوع عند كرم لخارج الملعب. رمية التماس، هيلعب اللاعب عبد الوهاب لمحمود صابر من محافظة المنيا. محمود صابر اتلعبت العرضية ولكن راية من عمران فريج، احتساب ركلة حرة، والله ركلة مرمى. قال لفت من خارج الملعب. 27 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني. الأهلي أصبح في المقدمة بهدف مقابل لا شيء عن طريق هاني عمرو. يمشي مرة ثانية أشرف، عد أشرف، يلا أشرف يلم. فكر تفكيرين، فكر تفكيرين، فكر يلم ولا يدوس ويلعب العرضية. ما عملش حاجة من الاثنين. كرم شعبان حالة الاستثارة في اللقاء والإفاقة والاستفاقة بعد الهدف. وادي صفرة موفقة من عمرو سامي، اكتسب ركلة حرة. وادي إنذار على عربي بدر، انذار على عربي، انذار لعربي بدر. عربي واحد من اللاعبين اللي اداله الثقه هذا الموسم الكابتن عادل عبد الرحمن مع فريق شباب النادي الاهلي. اتمنى للكابتن عادل التوفيق في مهمته، تولى القياده الفنيه لفريق الاول بنادي السموحه.
اتمنى له كل التوفيق. قطاع الناشئين في النادي الاهلي المهمه والدور مش ان هو بيعد لاعبين فقط للدرجه الاولى، ايضا مدربين، كلنا بنتابع مدربين دايما، كل الانديه بيبقى عينيها دايما على المدربين. مدربي النادي الاهلي، شوف مدربي النادي الاهلي في كل مكان، شوف لعيبي النادي الاهلي في كل مكان، فيش نادي في الدوري الا هتلاقي فيه لعيب من النادي الاهلي او مدرب من النادي الاهلي. انا الاهلي انت مين؟ انا الاهلي بالتاريخ بالبطولات. بقول لحضراتكم التاريخ طويل، مفيش نادي مش هتلاقي فيه لعيب او مدرب من النادي الاهلي. رؤساء قطاعات ناشئين من النادي الاهلي. مدرسه دائما التي لم ولن تغيب عنها، شمس الاضواء، شمس الانجازات، شمس البطولات، شمس النادي الاهلي. دائما وابدا اي حاجه فيها ريحه النادي الاهلي ليها قيمتها. قيمه النادي الاهلي زي ما قلنا مرارا وتكرارا، القصه مش قصه كم بطوله ولا كم انجاز ولا كم كاس. القصه والحدوته في فريق جمهوره عاش طول عمره مرفوع الراس. يرجع مره ثانيه اللاعب محمد مغربي. مغربي يلعب ويعلق العرضيه، زياد توقع من صابر، صابر صابر يلم، صابر يلا صابر، صابر عايز يعدي على الطريقه بتاعت زمان يا صابر، يلعب عرضيه قويه، مين مكمل على القائم البعيد؟ محدش مكمل، عند سيف ايمن ياخد منها رمي التماس. فريق الداخليه، فريق الداخليه بدنيا مش هيقدر يكمل لنهايه اللقاء، بدنيا النادي الاهلي اعلى. المرحله اللي جايه والربع ساعه اللي جاي اللي هيحددوا هي اللياقه البدنيه. الربع ساعه القادم والمتبقي من احداث عمر اللقاء اللي هيكون الفاصل فيه هو اللياقه البدنيه والعامل البدني ما بين الفريقين، هو ده اللي هيميز كل فريق عن الثاني، وهو ده اللي هيدي الافضليه لفريق اللي يفرض سيطرته على اللقاء تماما. محمود صابر، اعتقد فريق الداخليه بدنيا مش هيقدر يجاري النادي الاهلي. ادي احمد اشرف يصوب ويسدد تصويبه من احمد اشرف، لكن سهله في ايد الحارس زياد. زياد يمسك كورته يلعبها طويله الطول الاماميه، هاني ولكن صافره من عمرو سامي، ركله حره لصالح النادي الاهلي. هذا الموسم في ظاهره في النادي الاهلي. زين ايضا كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي هيتكلموا عليها، ظاهره ان عدد كبير قوي من المدافعين في النادي الاهلي هداف فرقهم. يعني عندنا ادي رايه وصافره عمران، رايه عمران فريج وصافره عمرو سامي، عندنا عدد كبير من المدافعين هدافين وهدافي في فرقهم. المهام للاعبي خط الدفاع ايضا ان عندهم القدره الهجوميه. عندنا محمد عبد المنعم في فريق ال 97 احرز 4 اهداف، كريم يحيى الظهير الايمن احرز 4 اهداف في فريق الشباب النادي الاهلي مواليد 97، هنا فريق ال 2001 عندنا محمد مغربي 5 اهداف، عندنا اللاعب هاني عمرو احرز 3 اهداف، ايضا عندنا في فريق النادي الاهلي مواليد 2000 اللاعب مصطفى الياس يلعب في ال 2000 وفي ال 99 احرز مصطفى الياس 7 اهداف، وادي حماده الفيل. يعني عدد كبير من مدافعي النادي الاهلي في قطاع الناشئين هدافي فرقهم، ده بجانب المهاجمين. هيطلع احمد اشرف، هينزل يوسف عبد القادر، معاه الاداري النشط والله واحد من الاداريين الاكفاء في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن محمد راشد، دايما الداتا وكل الامور حاضره مع الكابتن محمد راشد. ادي احمد اشرف واحد من ابناء مدرسه الكره واكاديميه الناشئين بالنادي الاهلي، يطلع وينزل يوسف عبد القادر يلعب، مؤمن يرد مره ثانيه عند اللاعب احمد سيد عبد النبي. احمد سيد لكن ياخد منها رامي التماسي النادي الاهلي، يلعب لعبد الوهاب، يلا عبد الوهاب يدور على هدف النهارده، عبد الوهاب هتجيلك ان شاء الله. يلعب في الجانب الايسر، ادي تدخل مع محمد اشرف، اعتقد معاها قرار ولكن اكتفى بالركله الحره حكم اللقاء. ركله حره وبنلعب في 33 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، وواحد النادي الاهلي لا شيء فريق الداخليه. هذا التدخل من اللاعب سيف ايمن. حتى الان لقاء اكثر من رائع من حكم اللقاء عمرو سامي وطاقم المساعدين كابتن عمران فريج والكابتن احمد زيدان. مغربي هيلعب
عربي بدر، الركله الحره للنادي الاهلي، استغلال الكرات الثابته، ملامح واحد من اللاعبين اللي هيشيل الرايه، اللي هيشيل الرايه رايه النادي الاهلي. شوف عاشور جديد او حسام غالي في منتصف ملعب النادي الاهلي، ممثل في اللعب عربي بدر، واحد من امال النادي الاهلي. عربي يلعبها ويعلق، لكن لو عدت، لو عدت يا راجل، لكن قاطع اللعب مؤمن صالح لخارج الملعب، ركنيه مره ثانيه للنادي الاهلي. نفس المكان من الجهه اليسرى اتلعبت، صابر، صابر عدى، لم نفسه، عايز يعدي، عايز يمر، لكن ما فيهاش اي حاجه، اشار باستئناف اللعب عمرو سامي. يبدا مره ثانيه فريق الداخليه، فريق ايضا ادى لقاء جيد ورائع، فريق الداخليه يضغط اللاعب محمد اشرف وياخد رامي التماس النادي الاهلي. انت محمود هيلعب محمد اشرف، رامي التماس لصالح النادي الاهلي. ادي المشهد وادي الكوره اللي فاتت، وخارج الملعب رامي التماس. عربي يلم، عربي يلعب لهاني عمرو، اكتسب خبرات كتيره وشخصيه كبيره اللاعب عربي بدر في الفتره اللي لعبها مع فريق شباب النادي الاهلي. يلعبها في اتجاه اللاعب محمد اشرف، يلا اشرف، اشرف يلعب ويعلق العرضيه، لكن خارج الملعب ماديه، ركله المرمى لفريق الداخليه. يلعب زياد، يلعبها طويله، يلمس مره ثانيه محمد اشرف، كوكا العربي لاحمد نبيل، كوكا لمحمد اشرف. حضر النادي الاهلي مغربي، 35 دقيقه غير 10 دقائق في احداث وعمر اللقاء. يوسف عبد القادر، يوسف ضم القلب الملعب تحت راس الحربه، عبد الوهاب اتلعبت مره ثانيه عند احمد سيد عبد النبي، عبد النبي يطلع محمود صابر، صابر صابر صابر، ولكن لخارج الملعب ركنيه. زي ما قلنا غيابات النادي الاهلي، شاد رضوان، يوسف عثمان، وايضا غياب واحد من مهاجمي النادي الاهلي والمميزين في الفتره الاخيره اللام يوسف الشوه، يغيب عن هذا اللقاء واحد من اللعيبه، ويكون موجود في اللقاء يفرق مع النادي الاهلي في هذا اللقاء. يوسف الشوه زي ما قلنا غيابات عن لعيب النادي الاهلي، وغياب ايضا لعمر حجاج، مجموعه من اللعيبه الغائبه عن احداث اللقاء. هيلعب محمد اشرف الركنيه للنادي الاهلي، يلعبها على القائم الاول، يسند اشرف، اشرف يلعبها يا ولد، لكن يرد مؤمن صالح. عبد القادر العربي، عربي مره ثانيه لاحمد نبيل، كوكا اظبط يا كوكا، يلعبها عرضيه، كوكا خارج الملعب معديه، ضغط من النادي الاهلي وخارج الملعب، ركنيه، ركنيه لصالح النادي الاهلي. هنشوف تبديل لفريق الداخليه، شوف اللاعب اللي نازل في فريق الداخليه، لاعب عبد المنعم امجد، شوف مين اللي طالع، هيعمل التبديل لفريق الداخليه. شوف الركله الركنيه للنادي الاهلي، تبديل تاني لفريق الداخليه، لاعب عبد المنعم امجد. هيلعب محمود صابر ركنيه، يلعب ويعلق مره ثانيه عند عبد الوهاب، لكن يرد عبد المنعم، المرتده السريعه كرم، مرتده سريعه لفريق الداخليه، لكن ارتداد وتحول سريع من لاعب النادي الاهلي. عبد الوهاب، شوف عبد الوهاب راجع فين، عبد الوهاب راجع يؤدي الدور الدفاعي، مجهود النهارده من اللاعب عبد الوهاب مجهود اكثر من رائع من اللاعب عبد الوهاب. وادي انذار لعبد الوهاب، انذار لعبد الوهاب. هيلعب ركلة حرة فريق الداخلية، لعب زياد طارق، بيلعب في 38 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني. شوف اللاعب طه محمود، واحد من لاعبي خط الوسط المميزين في النادي الأهلي، شوف ورقة بديلة ثالثة للنادي الأهلي، اتلعبت وتعلقت داخل مربع العمليات، عدت مرت أحمد سيد عبد النبي، يشتت محمود صابر، صابر صابر، مشي محمود صابر، هيلم صابر، يلعبها طويلة عند عبد الوهاب، راية وصفارة، عبد الوهاب راية وصفارة، راية عمران فريج
عمران فريج بالسنتي بالمقاس. شوف مرة تانية نقول شابوه للكابتن عمران ولا هنقول ايه لما نشوفها مرة تانية في الإعادة. زياد هيلعب كرم وادي، واقع كرم، اتلعبت سريع، محمود صابر المرتدة السريعة للنادي الأهلي، صابر ماشي، صابر صابر عايز يموه يعدي، محمود صابر يلعب العرضية، يعلق ويلعب العرضية، عدت مرة تانية، اتلعبت عبد القادر، عبد القادر مشي عدى، لكن ايه الفيل في الجانب الايسر، اتلعبت العرضية لكن التغطية الدفاعية والتشتيت مرة تانية. احمد نبيل كوكا ضغط من النادي الاهلي من اجل احراز هدف ثاني. يلا اشرف، اشرف يلعب لعبد القادر، ما توقعهاش ما قراهاش عبد القادر، يضغط مرة تانية يا ولد يا عبد القادر، عبد القادر لاشرف، شيل يا اشرف، يلعب ويعلق العرضية عبد الوهاب، لكن عدت مرت مرة تانية، يضغط ويكمل عند اللاعب محمود صابر، محمود صابر صعيد مصر في خط هجوم النادي الاهلي، محمود صابر وعبد الوهاب مرة تانية اتسندت، يلمس ضربة الرأس لكن خارج الملعب، خارج الملعب، ركلة المرمى لفريق الداخلية. شوف طه مين اللي طالع، هيطلع حماده الفيل، هيطلع حماده الفيل رقم سبعة، وهينزل طه محمود. طه معاه تعليمات أخيرة من الكابتن محمد راشد المدير الإداري لفريق النادي الأهلي. بالمناسبة محمد راشد كان سبق لي تولى المدير الإداري في نادي الداخلية. وادي حماده الفيل، ادي الكورة، وادي المشهد، لعبت هنا عبد الوهاب. نرجع مرة تانية لأحداث اللقاء، خلاص استنفذ تبديلاته النادي الأهلي، حمزة علاء لم يختبر في هذا اللقاء، اتلعبت طويلة، يلمس مرة تانية عربي، محمود صابر يشتت صابر في اتجاه عربي، لو عدت حط جسمه عربي، عربي احمد سيد عبد النبي لعبه طويله في اتجاه عبد القادر، روح يا عبد القادر، فتح له عبد الوهاب، عبد القادر، عبد القادر اتاخر كتير، اتضغط عليه، اتقطعت، يضغط مره ثانيه، عجبني الشراسه والقتال اللي عند الولد عبد الوهاب، عبد الوهاب ياخد منها رمي التماس النادي الاهلي. انذار لكرم شعبان، انذار مع سبق الاصرار والترصد للاعب كرم شعبان، اعتراض على حكم اللقاء بصوره غير مطلوبه بالمره. ادي عبد الوهاب بيضغط بكل قوه، كل رجوله، اللاعب عبد الوهاب علي زي ما قلت لحضراتكم، خط الصعيد، صعيد مصر في خط هجوم النادي الاهلي ممثل في عبد الوهاب علي محافظه الاقصر، واللاعب محمود صابر من محافظه المنيا. يلعب مره ثانيه محمد اشرف، اتلعبت من اشرف، يلم مره ثانيه اشرف، اشرف يسلم لعربي، عربي بدر، تمريره لمحمود صابر، يا ولد يا صابر، يلمس لطه، طه طه عدى مر فات، محمد سيد عبد النبي، العرضيه، الارضيه فين يا راجل؟ عرضيه ارضيه، ادي الكابتن خدت معاها، ادي شايفين رد الفعل من الكابتن اكرامي والكابتن فتحي مبروك، عايز الكابتن اكرامي بيقول له اقوى من كده. تحرر من جانب لاعبي النادي الاهلي اكتر في شوط اللقاء الثاني، هدف ده لو كان جه في شوط اللقاء الاول يا جماعه كنا اتفرجنا على لقاء مختلف تماما. اخر الهدف هو اللي اخر المتعه في هذا اللقاء، يمسك حمزه علاء، حمزه واحد من الحراس اللي قلت لحضراتكم حراس المميزين في النادي الاهلي. محمد اشرف مره ثانيه استلم من كوكا، اشرف يلعب التمريره ليوسف عبد القادر، عايز يعدي عبد القادر، ياخد منها ركله حره، هيلعب محمد اشرف، يلعب لطه، طه يشيلها جميله في اتجاه احمد سيد عبد النبي، عبد النبي عايز يعدي، عبد النبي عايز يمر، عايز يفوت، لكن الطريق مفتوح لخارج الملعب، خارج الملعب ركله المرمى لفريق الداخليه. الاهلي يتقدم على الداخليه بهدف مقابل لا شيء، واحد النادي الاهلي، لا شيء الداخليه،
زي ما قلت لحضراتكم هتوقف تتوقف البطولة لظروف انضمام اللاعبين لمعسكر وإقامة معسكر منتخب مصر للناشئين لمدة 10 أيام، ينطلق يوم الأربعاء القادم. ضم لصفوف المعسكر من النادي الأهلي حمزة علاء وعربي، محمد أشرف ومغربي ومحمود صابر ويوسف عبد القادر وأحمد أشرف. مرة تانية عدى عربي، عربي لطه، مشي طه طه طه، عدى مر فات طه، هيمر هيفوت لكن اتضغط عليه محافظة الإسكندرية. الولد طه محمود اتلعبت، لكن كوكا أداء في نص الملعب، كوكا مع عربي بدر. طه طه بطء في التمرير، البطء في القرار بيعطل شكل الهجمة. اتلعبت مرة تانية لطه، اظبط طه، طه يعدل على القدم اليمنى، استنى حد يفتح له، مفيش لعيب بيخلق المساحة. لازم يا جماعة نخلق المساحة، الأهم مش إن أنا أقرب للاعب، الأهم إن أنا أتحرك عشان أخلق له مساحة للتمرير. ديت كانت فلسفة من البنود والأمور يوهان كرويف في مفهوم الكرة الشاملة. طه مع فريق برشلونة في لاماسيا في برشلونة، قال في مفهوم الكرة الشاملة الأهم مش إن أنا أقرب للاعب اللي معاك كورة، الأهم إن أنا أتحرك عشان أخلق له مساحة للتمرير. لازم أوجد المساحة، لازم أتحرك، ده اللي بنتكلم عليه، التحرك من غير كرة أمر مهم جدا، إن أنا أخلق المساحة للتمرير، يكون عندي لا مركزية. المفهوم الأساسي هو ده أهم مفهوم للكرة الشاملة، هي مفهوم خلق المساحات وليس إن أنا أقرب من اللاعب. أدي مرة تانية محمود صابر، مش إن أنا أقرب من اللاعب علشان أستلم منه، لا، لازم أتحرك علشان أوسع له الملعب وأخلق له مساحة للتمرير ومساحة للتحرك، وده بيدي لا مركزية للاعبين في التحركات في أرض الملعب. خارج الملعب رامي التماس، لقاء بيلفظ أنفاسه الأخيرة. هيلعب عبد النبي، لعبت العرضية القوية من صابر عند لعب سيف أيمن، سيف ياخد منها رامي التماس لصالح فريق الداخلية، إشارة من عمرو سامي. بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع عن أحداث عمر شوط اللقاء الأول، إشارة من عمران فريج بثلاث دقايق وقت محتسب بدل ضايع بناء على إشارة من عمرو سامي حكم اللقاء اللي قلت لحضراتكم صاحب ال 37 عام الطيار عمرو سامي، ماجستير في علوم الطيران وطيار بالقوات الجوية، حكم درجة أولى منذ عام 2013. اتلعبت فين يا طه؟ فين يا طه؟ مرة ثانية هاني عربي، عربي يلعب لمحمود صابر، صابر يسند صابر لكن مقطوع مرة تانية. يلا يا عبد النبي كمل، مشي عدى عربي، عربي مشي عربي، يلعب العرضية لكن خارج الملعب، ركلة المرمى لفريق الداخلية. وقع عربي بدر، إن شاء الله مفيش أي حاجة، يوم بالسلامة بالقميص رقم 32، قميص 32، القميص اللي ارتبط برمضان صبحي، رمضان وحركاته، رمضان ووقفاته. يرجع مرة تانية طه، طه يلعب عربي، عربي حط جسمه عربي يا ولد عربي. مرة تانية حكم اللقاء أشار باستئناف اللعب. خارج الملعب، خارج الملعب و رامي التماس، شوف رامي التماس. حكم اللقاء عمرو سامي اتكلم مع افراد الجهاز الفني والاداري للفريق الداخليه. وادي التدخل، ركله حره لصالح النادي الاهلي، ركله حره لصالح اللاعب احمد سيد عبد النبي. هيلعب احمد سيد عبد النبي، اعتقد فوز مهم على خصم صعب هو فريق الداخليه، فوز مهم للنادي الاهلي، نقدر نقول وفوز هام للاعب النادي الاهلي في مشواره نحو اقتناص والفوز ببطوله الجمهوريه هذا الموسم. النادي الاهلي بيدافع عن اللقب بطل الجمهوريه الموسم الماضي النادي الاهلي.
يبدا مره ثانيه عبد القادر، يلا يا عبد القادر مرتده سريعه، يلا طه يلا طه يلا طه مشي عدى استدلا اشرف 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 العبها تمريره فين لمين عدت مرت خارج الملعب رميه التماس، يلا يا شباب يلا يا رجاله فقط هل تكون اخر كوره اخر مشهد في اللقاء عبد القادر عبد القادر يرجع ويسلم عبد القادر مغربي يلعبها لمحمد اشرف استلم اشرف مره ثانيه اشرف يرجع ويسلم لمغربي مغربي بص في ساعته حكم اللقاء عمرو سامي حمزه علاء احمد سراج بيطالب لاعب النادي الاهلي اللعب كره طويله لقدام ترجع لحمزه علاء حمزه كل ثقه بيستهلك لاعب النادي الاهلي الوقت المتبقي صافره نهايه احداث شوط اللقاء الثاني واللقاء يطلقها عمرو سامي حكم اللقاء معلنا نهايه المباراه بفوز النادي الاهلي على فريق الداخليه بهدف مقابل لا شيء احرزه اللاعب هاني عمرو علشان يرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه رقم 54 يغرد في القمه منفردا وتوقف رصيد فريق الداخليه عند النقطه رقم 14 مبروك للنادي الاهلي ولجهازه الفني الكابتن احمد سراج هارد لك لفريق الداخليه أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي ده كان لقاءنا لقاء على الهواء مباشرة على قناة النادي الأهلي لقاء الأهلي والداخلية ضمن فعاليات الأسبوع 23 لبطولة الجمهورية للناشئين مواليد 2001 هنكون مستمرين معاكم إن شاء الله ونقل وتغطية حصرية لمباريات قطاع الناشئين في قناة النادي الأهلي هنروح سريعا لملعب الأشبال مع الكابتن أسامة حسني الكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال هيقولوا لنا إيه على أحداث شوط اللقاء الثاني تقينا على المحبة والخير والسلام وفي الختام تقبلوا مني خير السلام كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح أترككم في رعاية الله وأمني تقيكم في لقاءات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.